حابة ابقى لحالي شوي. حماتي كنت رح اتسلى كتير لو انها تبهدلت، كنت حابة اتسلى شوي بس ما صار شي، مين بيكون خبره؟ كيف صار هيك؟ وانا شو بده يعرفني انترا؟ الشي اللي صار برا خلاني انصدم مثلن كمان، انا بعتقد انه تانفيش عم يراقبنا، معقول يعمل هيك شي؟ لازم يكون في حدا غلط، اكيد هالشي. شو؟ لا لا انترا انا ما غلطت، عملت مثل ما قلتي لي بالضبط، ايه ما عملت شي غلط. انا اتهمتك بشي؟ اكيد لا، ما بتسترجي تعملي شي ضدي، لو انت اللي عامله شي كنت كسرت رجليكي من زمان، او يمكن كنتي ميته هلا ومرتاحه منك، بعرف انه مو انت، روقي. خلص اهدي، انا رح اتصرف، ماشي؟ انا كثير مبسوطه انه انترا صدقتني انه ما دخلني بهالموضوع، اذا بتعرف انه انا كنت السبب بالشي اللي صار مع جودان اليوم رح تقتلني وتخلص مني على الأكيد. هاي لكشمي أكيد اللي قلبت الموقف ضدنا بعد ما خبرت دورجا أو تانفيش باللي صار، بس كتير منيح جودان ما تبهدلت بالطريقة اللي كانت أنترا مخططت لها بعقلها، وإلا ما كنت رح أقدر سامح حالي أبدا. روح من هون. لا ما رح روح من هون ابدا. مو ضروري كل مره تكوني انت عم تحكي فيها وانا اسمع لك. هلا رح تضلي ساكته لبين ما خلص خياطه الكنزه ورجعها مثل ما كانت بالضبط. ما بدي منك تعمل شيء. ما عم بطلب اذن جدان مثل ما عم اقول لك. ليش لا؟ انا ماني متزوج من انترا، وانت ما تزوجتي من هداك الختيار، وأنا وياكي مثل ما بتعرفي ما طلقنا. إيه في خلافات ومنضل نتقاتل مع بعض بسبب وبلا سبب، بس صداقتنا ما تغيرت والخلافات ما تغيرت. هالشي ما رح يمنعني من إني أعمل واجبي، لأني لساتني زوجك، مرتي بحاجة لإلي ورح وقف معها حتى لو كان هذا الشي مانو عاجبها وما بدها إياه. وهلأ رح تضلي ساكتة وما بتعملي إلا مثل ما بقول. يلا إذا بتريد قدام رجاءً.